ممكن تكلمنا عن انسداد الانف؟ انسداد الانف هو طبعا اسباب انسداد الانف كتير، لازم يعني بتختلف حسب المرحله العمريه، في حاجات بتبقى عند الاطفال، في حاجات عند الشباب، في حاجات عند الكبار. بالنسبه مثلا للاطفال ممكن نتكلم عن حاجات، اشهر حاجه اللي هي لحميه خلف الانف، دي بتبقى من اشهر الاسباب اللي تقفل الانف عند الاطفال. نزلات البرد المتكرره، حساسيه الانف. بالنسبه للحاجات اللي هم الميدل ايجنت اللي هم عندهم مثلا 13-14 سنه، في الميلز في الاولاد في ورم مشهور جدا بيقفل الانف يونيلاترال في ناحيه واحده بس، زي لو اسمه الانجيوفيبروما. بالنسبه للكبار في يعني حاجات كتير بقى بنتكلم فيها، مثلا حاجه زي اعوجاج الحاجز الانفي، في تضخم اللي هو قرنيات الانف الشفريه اللي هي الغضاريف بتاعت الانف، دي بتيجي من حساسيه الانف. ممكن في حاجات كتير بقى تانية زي انتقلال التهابات الانف والجيوب الانفيه، بعض الاورام اللي ممكن تحصل لها سواء كانت حميده او خبيثه، دي من اهم الاسباب. المضاعفات اللي ممكن تحصل من انسداد الانف دايما بتبقى ان حسب لو احنا يعني الانف مقفوله من ناحيتين ولا من ناحيه واحده. ناحيه واحده ما بيبقاش فيه مضاعفات قوي، غير لو في حاله اورام اللي هي بتعمل تضخم يعني بيضغط على الانسجه اللي حواليها، او التهابات مثلا فطريه بتاكل العظم بتاع الجيوب الانفيه. بالنسبه لو الحاجات اللي هي البايلاترال اللي هي في الناحيتين، بتبقى مشكلتها انها دايما بتعمل يعني مع الانسداد فتره طويله بتغير في شكل الوش، بتعمل يعني تكوين للحميات في الجيوب الانفيه، تيجي تكرار الالتهابات، بتعمل انسداد في قناه ستاكيوس اللي هي في الاذن فبتاثر على السمع، دي برده اشهر شويه عند الاطفال. المانجمنت او ازاي بتتعالج كل حاجه بتبقى حسب السبب وحسب يعني الحاجه اللي عامل لها المشكله. في الاطفال مثلا برده اللحميه لو هي كبيره وقافله المجرى بتاع التنفس بتتشال، الحساسيه بتاعت الانف بتبقى عايزه علاج وتغيير نظام الحياه او الظروف المحيطه بالانسان نفسه. اعوجاج الحاجز الانفي بنعمل له عمليه بيتعدل، الغضاريف بتاعت الانف لو متضخمه بتتصغر، الاورام بتتشال وهكذا. شكرا قوي حضرتك. شكرا جزيلا.